السلام عليكم. النهاردة هتكلم في موضوع يمكن مش بيهم ناس كتير، بس الموضوع بجد مستفزني جدا ومضايقني، وهو موضوع تربية القطط أو الكلاب أو كده في البيت. دلوقتي في بعض الأسر يبقى ابنها أو بنتها مثلا شبطان في قطة، أنا عايزة أربي قطة، عايزة أربي كلب، عايز كده يعني، فمامته عشان تسكته أو تهبطه تقوم جايباله قط، فالقط يقعد عندهم شهرين ثلاثة، ده ان قعد لغاية شهرين ثلاثة، وطبعا المعاملة البشعة ان هو يشده من ديله ويشده من الفرو بتاعه ويقعد فوقيه والعذاب كله بألوانه، وتيجي بعد كده الام تقول ايه اصل ده قط، اصل ده مش عارف ايه، ما تعرفش ان ده روح. وعلى فكرة العنف ناحية القطط وناحية الكلاب وكده هوت الرحمة ما بتتجزأش، زي ما انتي ما بتلاقيه بيعمل كده مع القط هيعمل كده مع اخواته، هيعمل كده مع البني ادم، لان الرحمة والحنية دي اللي موجودة في البني ادمين ما بتتجزأش. ما بقولش انا هبقى مش كويسة مع القط وهبقى كويسة مع البني ادم. المهم بعد كده تروح ايه، خلاص بقى الواد زهق، يروحوا رامينه في الشارع. فطبعا لما يترمى في الشارع القط ده بيموت. ليه بيموت؟ ما بيعرفش يتعايش، لان انا قعدته عندي فترة بحط له الاكل، بغير له الرملة، بعمل له كل حاجة، فهو بقى قط بيتي، بيتقال عليه قط بيتي، مش قط بتاع شوارع ان هو ياكل من الزبالة او كده. هوت ده ناهيك، انا مش عارفة ليه المجتمع بس بقى منتشر قوي، حتى لما بروح اجيب اكل للقطط او اكل للكلب او كده هوت، تلاقي الناس بقى قاعدين تعمل ايه، فافي قوي، فرفورة جدا. ليه يا جماعة؟ يعني دي ارواح، يعني دي يعني انا بيصعب عليا جدا اكتر من البني ادم. البني ادم لو جعان او عطشان او في تعبان بيتكلم، بيقول، بيحاول يعمل اي حاجة، لكن القط او الكلب ما بيعرفش يعبر، ما بيتكلمش، ما بيقولش حاجة. فانا ما اعرفش ليه الناس بقى قلبها جامد، الناس بقى عندها قسوة، ولما تلاقي ابنها مثلا بيعذب القط او بيشد شعره او بيشد ديله او بتاع، بيقعدوا يضحكوا. انا يعني انا بصراحة بيحصل لي حالة ذهول من التصرفات ديت. ده انذار يعني خطر. بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر، التوربيني اللي هو كان بيغتصب الاولاد الصغيرين ويرميهم من فوق القطر، لما جم لابوه وامه واهله يعني اللي في المنطقة اللي قاعد فيها، وسألوهم هو كان بيعمل كده قبل كده مع العيال او في حاجة كده، فقالوا لا ما كانش بيعمل حاجة، ما بيأذيش خالص الاطفال، هو كان بيمسك القطط بس ويعذبهم، وممكن يخنقهم او يشد، يقعد يعذب فيهم، يقعد يشدهم ويرميهم ويهبدهم وكده، لكن مع البني ادمين لا. فده جرس انذار، زي ما بقول لكم الرحمة ما بتتجزأش. لو لقيتي ابنك بيعمل كده مع الحيوان ضعيف ده، اعرفي ان ده جرس انذار خطر، ما تقعديش تضحكي وتقولي اصل ده قط. بس انا حبيت بس اتكلم النهاردة الفيديو عن الرفق بالحيوان، وياريت اللي تحس ان هي مش قد مسؤولية ان هي تربي حيوان في البيت ما تربيهوش من الاول، ما تجيبهوش شهر شهرين وتروحي رميه، لا اعرفي ان هو كده هيبقى دايم معاكي على طول. السلام عليكم.